السلام عليكم. إيران تقول إنها مستعدة لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتفكر بجميع السيناريوهات، وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: أبلغنا الولايات المتحدة وبعض الأصدقاء في المنطقة بأنه لا ينبغي للإدارة الأمريكية في آخر أيامها خوض مغامرة جديدة في المنطقة. وقال إن بلاده تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تتحمل مسؤولية أي مخططات جديدة في المنطقة. وتابع: نحن لم ولا نسعى إلى خلق التوتر في المنطقة، لكننا لن نتردد قيد أنملة في الدفاع عن بلدنا. الجميع اختبرنا وشهد ردنا. نأمل من الحكومة في واشنطن أن يعملوا للحد من التوتر. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.